بعض الناس أسهل يقول مثلا بلد فلاني ممنوع النقاب، شو العمل؟ العمل سهل، لا تسافر ما دامهم يمنعون واحد المرأة أن تتنقب، لا تسافر، ما في ضرورة للسفر. ومع ذلك في كثير من البلاد هم ممنوع الأكثر يعني، بل أن المرأة المتسترة تحترم أكثر من غير المتسترة، هذا معروف. الناس تحترم اللي إيش؟ اللي تمسك بمبادئه، كان صاحب مبدأ الناس تحترمه. فأقول إذا كانت البلد يمنعون من إقامة إنسان شعائر دين الظاهرة، فالواجب عدم السفر، بل يحرم السفر حينئذ. نعم.